الأخت أمة الله تقول أنا أؤخر صلاة العشاء حتى أتابع هذا البرنامج، نسأل الله عز وجل أن يأجرها ويأجر كل من يشارك وكذلك يتابع ويستمع لهذا البرنامج. تقول هل فعلي هذا صحيح كوني أؤخر الصلاة قليلا؟ لأن سألت قلت في أي مدينة، فقالت أني في مدينة جدة. على كل حال أصلا يزيدنا وياها علم يا أخي فيصل، نعم، وتوفيق وهدى ورشاد، والحقيقة هذا من حرصها في ظنها أن تستزيد من العلم النافع. أخي فيصل تعرف أن وقت العشاء إيش؟ طويل الحقيقة، وقت البرنامج لا يستمر لساعة، وهي في جدة الحقيقة، وجدة كما تعرف يا شيخ يعني يتأخر وقت العشاء إيش عن الرياض، فربما تكون الحلقة حتى تبدأ قبل دخول وقت إيش العشاء في جدة. على كل حال لها ذلك بشريطة أن تصلي في الوقت، ومعلوم بأن صلاة العشاء لمن لم يرتبط بجماعة المسلمين الأفضل في حقه أن يؤخرها في آخر إيش في آخر وقتها، لكن قبل خروج وقتها.